السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلت اليوم تويوتا هايلوكس موديل 2023. كما تلاحظون لا يوجد تغييرات كبيرة. هذه نسخة الديزل توربو D4D. أضواء خلفية LED ما عدا الإشارات. 4 حساسات خلفية. اسم الفئة SGLX D4D. مقاس العجلات 18. داخلية المقاعد باللون الأحمر عليها تطريز مخمل طبعا، واختلف من داخل في لون التخشيب باللون الأسود اللامع. زر الإيكو والباور لا يوجد تغيير. تشغيل البصمة دبل خفيف وثقيل. تبريد للمقاعد الأمامية. لاحظوا التخشيب اللون الأسود اللامع. النوافذ الكل أوتو مع خاصية طي المراية. أضواء السقف هالوجين. مثبت سرعة ورادار أمامي تنبيه خروج عن المسار. شاشة وسطية مقاس 7.5 إنش. كانت هذه أبرز التغيرات في موديل 2023. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وشكراً.